يقول حكم لباس اللون الأحمر للرجل. نعم جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أن يلبس الأحمر، أن يلبس اللون الأحمر، وقالوا اللون الأحمر للنساء وليس للرجال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه. وقالوا الأحمر هنا المقصود به الأحمر الفاقع، أما إذا كان دخلت معه ألوان أخرى كالأسود أو الأبيض أو غيرها من الألوان فلا يدخل في هذا. ولا شك أن تركه أولى، ترك اللون الأحمر، مع أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه حلة سيراء حمراء صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حمل النهي على الكراهة، وبعضهم حمل النهي على الكراهة، وهذا أقرب أن النهي للكراهة لبس اللون الأحمر للرجال، وهو الأحمر الفاقع الداكن الذي لا يخالطه لون آخر، والعلم عند الله جل وعلا.